في ناس كتيرة جدا بتطلب المساعدة، يا فلان ساعدني، يا فلان اقف جنبي، يا فلان عدي معايا المرحلة اللي انا فيها دي. ممكن كل المساعدات دي تنفعك، ما بقولكش لا مش هتنفعك، بس في مساعدة واحدة بس مش هتنفعك. من صحابنا بتبقى ساعات محتاجة المساعدة، ان هي مكتئبة والكلام ده، فانت تحاول انت تغيرها من المود ده وتخرجه وتفسحه وتنزل معاه كل يوم والكلام ده، ما بتلاقيش اي فرق حرفيا. ممكن يكون في واحد تاني عنده نفس المشكلة ونفس المساعدة، وكلمة واحدة بس تغير له حياته كلها. وهو ده موضوع الفيديو اللي انا بتكلم عليه النهاردة، ان لازم المساعدة تبقى من جوه مش من الناس. الناس ليهم دور اساسي، بس لو انت من جوه مش عايز تساعد نفسك، والله لو لقيت الناس كلها حواليك انت مش هتتغير. لكن لو انت من جوه انت متقبل ان انت تتغير، ومتقبل ان انت تطلع من الفجوه بتاعه الاكتئاب دي بكلمه واحده بس من واحد ممكن تكون كمان انت مش تعرفه، هتغير حياتك كلها. مش حصل لك كده مره كده وانت مكتئب مثلا او زعلان وانت مثلا مش عارف تخرج من المود ده، فتلاقي واحد صاحبك يقول لك لو انت عايز تخرج من اللي انت فيه ده تخرج؟ هو صاحبك مش بيهجص في الجمله دي، او ممكن تكون دي الجمله الوحيده اللي قالها صح، بس هو حرفيا الجمله دي صح. انت لو انت عايز تخرج من اللي انت فيه، ولو انت عايز تخرج من الاكتئاب اللي انت فيه، ومتقبل اصلا اللي انت تخرج من الاكتئاب ده، هتلاقي نفسك خرجت منه من غير كلام اي حد، ممكن بكلمه واحده بس تخرج من الاكتئاب ده. لما بقى واحد تاني مثلا بيبقى مثلا مكتئب واللي هو اصلا تيجي تكلمه مثلا يا كريم تعالى ننزل النهارده نقعد على القهوه يا عم افكك شويه والعزومه عليا، يقول لك لا لا انا عايز اقعد في البيت النهارده شويه مش عايز اقابل حد. ده كده بيبقى مستسلم للحاله اللي هو فيها، يبقى مستسلم للاكتئاب اللي هو فيه او لو الضغط اللي هو فيه، بيبقى مستسلم تماما مش عايز اي حد يخرجه، ويجي في الاخر يقول لك هو الناس مش بتقف جنبي، محدش معايا. لا، هو الناس كلها معاك، بس انت اللي مش عايز تغير نفسك، انت اللي مش عايز تخرج من المود اللي انت فيه ده او من الاكتئاب اللي انت فيه ده، انت اللي مش عايز تساعد نفسك. ازاي الناس هتساعدك وانت مش عايز تساعد نفسك؟ وتلاقيه دايما بيلوم الناس اللي حواليه، ان الناس سايباني في الحاله اللي انا فيها دي، محدش واقف جنبي، محدش بيخرجني من المود اللي انا فيه ده. لا، هي الناس مش عايزه تخرجك، انت اللي مش عايز تخرج نفسك من المود ده. ما تلومش الناس، هو اكبر واحد ممكن تلومه واكتر واحد ممكن تحمله المسؤوليه دي كلها هو انت. انت اللي مش عايز تخرج نفسك من المود ده، مش الناس هي اللي مش عايزه تخرجك. الناس عايزه تساعدك، بس انت اللي من جوه مش مهيئ انك تخرج اصلا وتساعد نفسك من المود ده. فازاي الناس اللي ليك هتساعد؟ انا في الفيديو النهارده عايز اعلمك حاجه واحده بس، انك تستقبل المساعده دي، انك توافق على الراجل او الشخص اللي عايز يساعدك ويمدي لك ايده. لو لقيت حد مدد لك ايده مش تقول له لا انا مش عايز انزل انا مكتئب، انت كده بتهيئ نفسك انت اصلا مش عايز تخرج من ده. لا، انت لازم توافق على المساعده، لازم توافق عن اي واحد عايز يساعدك، اذا كان صاحبك، اذا كان والدتك، اذا كان اي حد وافق على المساعده لو فعلا انت حاسس ان هو فعلا عايز يساعدك. المساعده الحقيقيه مش ان الناس تساعدك، المساعده الحقيقيه انك تساعد نفسك والناس تساعدك انك تتحسن. لكن الناس مش العامل الاساسي، انت العامل الاساسي. انت لو عايز فعلا تغير من نفسك، مش لازم تغير من نفسك اللي انت تحقق حلمك او اي حاجة، انا بتكلم في الناس اللي عندهم مشكلة، الناس اللي عايزة فعلا مساعدة في الاكتئاب، في اي حاجة. فلو انت مش عايز تساعد نفسك، اللي حواليك مش هيعرفوا يساعدوك، فاهم حد هيعرف يساعدك هو انت. المساعدة الحقيقية انك توافق على مساعدة الناس ليك، وانك فعلا فعلا تساعد نفسك. بس هو الفيديو النهاردة قصير شوية، بس الكلام ده مهم جدا جدا والله، ممكن يفرق مع اي حد. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل فولو الحاجات اللي هتظهر هنا دي، كده هيجيلك اي ابديت في حياتي، اذا كان فيديوز انستجرام اي حاجة، اي حاجة هيجيلك ابديت في كل حاجة. واحنا قربنا هو على 2000، او بالفعل وصلنا فعلا 2000، فشكرا جدا على الدعم الخرافي بتاعكو. وانا جدا منتظم كل 4 ايام فيديو، وان شاء الله مش هنزل عن العدد ده، ان كل دايما 4 ايام فيديو. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب ودوس كوتش. سلام عليكم.